السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض حل امتحانات المحافظات على منهج ثالثه اعدادي الترم الاول 2025 من كتاب جم الاضواء. بنشرح المنهج بالكامل وبننزل حل لكتاب الشرح وكمان حل كتاب المراجعه. كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض محافظه الاقصر. Finish the following dialogue. اكمل المحادثة الآتية. حسن and كريم are planning. بيخططوا to meet up tomorrow. إن هم يتقابلوا بكرة. كريم بيقول هاي حسن. أهلا يا حسن. Would you like to visit the Old Man Garden with me? هل تحب تزور حديقة الأورمان معايا؟ قال له جملة I'd prefer to go somewhere indoors. أنا بفضل أروح مكان في الداخل. يبقى هيقول له لأ مش فاضي أنا مش متأكد. يبقى هنا I am not sure. أنا مش متأكد أو سوري أو نو أنا عايز أقعد في الداخل. قال له سؤال إجابته جريت رائع I wanted to visit the library أريد أن أزور المكتبة. يبقى هنا هيعرض عليه المكتبة. قال له how about طيب ما رأيك visiting عشان how about بيقولها الـ ING ما رأيك في زيارة the library المكتبة. قال له انا عايز ازور المكتبه رائع. سؤال اجابته I like reading exciting stories بحب قراءه القصص الشيقه. يبقى بتحب تقرا ايه what I like يبقى do you like what do you like reading بتحب تقرا ايه القصص الشيقه. How can we go there ازاي نروح هناك. قال له اجابه قال له اوكي وي كان ميت تومورو ات ذا باس ستيشن ممكن نتقابل بكره عند محطه الاتوبيس. يبقى باي باس ازاي نروح. قال له بالاتوبيس. قال له نتقابل بكره عند محطه الاتوبيس. قال له ذاتس جريت هذا رائع اوكي تمام دي صح ودي صح. السؤال الثاني قطعه ناقصه كلمات ونحط الكلمه المناسبه في المكان المناسب. ماي فريند اند اي صديقي وانا are looking for some voluntary بنبحث عن voluntary work عن عمل تطوعي. we should all care about ينبغي علينا كلنا ان نعتني about our community عن مجتمعنا نعتني او نهتم بمجتمعنا. we want to help نريد ان نساعد نقط people تبقى elderly people كبار السن and young children والاطفال الصغار نقط read هتبقى to read لكي يقرأوا to read. We can do that in our spare time ممكن نعمل ده في وقت فراغنا. If you are interested لو انت مهتم please contact us لو سمحت اتصل بينا using our email address باستخدام الايميل or call us او اتصل بينا تليفونيا. السؤال التالت قطع عليه أسئلة نقرأ قطع ونترجمها ونحل الأسئلة. Buying and selling الشراء والبيع is a part of everyday activities هو جزء من الأنشطة اليومية. People used to do this a long time ago اعتاد الناس أن يستخدموا ده منذ وقت طويل. But shopping habits بس عادة التسوق have changed a lot اتغيرت كثيرا. In the past في الماضي you could deal directly with a person كنت ممكن تتعامل بصورة مباشرة مع شخص. These days هذه الأيام there is a new concept of shopping في مفهوم جديد للتسوق called يسمى online shopping التسوق عبر الانترنت. Many people كثير من الناس love to shop online بيحبوا يتسوقوا على الانترنت which has many advantages اللي ليه مزايا كثير. It saves time and effort بيوفر الوقت والمجهود. You can buy what you want anytime ممكن تشتري اللي انت عايزه في أي وقت without moving بدون الحركة. So لذلك I decided to buy online أنا قررت أشتري من على الإنترنت. I ordered I عايد على الكاتب أنا طلبت a microwave as a present كهدية for my mother لأمي on her birthday في عيد ميلادها. Page 91 صفحة 91 وتكملة القطعة. After two days بعد يومين the delivery arrived الدليفري وصل at my house لبيتي and I opened the box فتحت الصندوق to put a new microwave in the kitchen عشان احط الميكروويف الجديد في المطبخ. My mother أمي was very happy كانت سعيدة جدا with it be because it was great لأنه رائع and looked good وكان شكله جيد in her kitchen في مطبخها and it was easy to use وسهل الاستخدام. It also made really delicious meals عمل أيضا وجبات لذيذة جدا. The delivery was quick حتى الدليفري كان سريع جدا.
2 أيضا. هنا choose اختار. The main idea of the passage. الفكرة الرئيسية للقطعة is بنتكلم عن ايه؟ اكيد عن shopping online. التسوق على الانترنت. The writer bought an oat for his mother. الكاتب اشترى ايه لأمه؟ الكاتب اشترى مايكروويف. Online shopping is useful. التسوق عبر الانترنت مفيد. Because it هقول it saves لأنه يوفر time and effort الوقت والمجهود. Answer أجيب. What does the underlined pronoun I refer to? I هنا عايدة على إيه؟ عايدة على الكاتب يبقى the writer الكاتب. Do you think هل تعتقد the writer's mother أم الكاتب was happy كانت سعيدة؟ Why وليه؟ هقول yes. Because طبعا هو عجبها ايه؟ الميكروويف. يبقى because لان الميكروويف اللي اشتراه ايه؟ ابنها. اتعايد على الميكروويف. It was great. كان رائع. عايز تكمل كمل. عايز تقول مثلا and looked good وكان شكله جيد in her kitchen في مطبخها. And it was easy to use سهل الاستخدام. مفيش مشكلة. Summarize the second paragraph. لخص الفقرة التانية of the text للنص in one sentence في جملة واحدة. هقول the delivery arrived. الدليفري وصل. And the mother والأم was very happy كانت سعيدة جدا. With it be. السؤال الرابع اختياري. An odd is a long seat. مقعد طويل. For two people or more. لشخصين أو أكثر. ده بنسميه bench. مقعد ثابت. مثلا بيبقى كرسي كبير في حديقة. To succeed in your exams. لكي تنجح في امتحاناتك. Means to not them. To buzz them. معنى تكتازهم. The synonym of the word unhappy. معنى أو مرادف كلمة unhappy غير سعيد. Is تبقى sad حزين. To make the opposite of the word formal. عشان نجيب عكس كلمة formal. Formal رسمي. Use the prefix in. يبقى مستخدم البدائن formal عكسها informal. رسمي عكسها غير رسمي. Page 92 صفحة 92. The not is a place هو مكان where you can see beautiful fish. ممكن تشوفي سمك جميل. يبقى aquarium متحف الأحياء المائية. Our teacher المدرس always supports us دايما بيساعدنا بيساندنا. The word supports here means كلمة support معناها هنا ايه؟ encourages بيشجعنا. السؤال الخامس صحح. I not my homework yet. yet دي بمعنى حتى الآن بتيجي في نهاية زمن المضارع التام المنفي. طب بيكون من ايه؟ have او has مع I تبقى have ومنفي يبقى I haven't. والتصريف التالت من finish finished. I haven't finished. I haven't finished. أنا ما خلصتش. My homework yet واجبي حتى الآن. neither نورا ولا نورا نور هدى ولا هدى. هنا مع نايزر نور بحط فعل يتبع الفاعل التاني. ده اسم مفرد يبقى هنا فعل مفرد. الفعل المفرد في المضارع البسيط بحط له اس او الفعل في المضارع البسيط مع الاسم المفرد بحط له اس. يبقى لا نورا ولا هدى بيحبوا washing the dishes غسيل الاطباق. the bank is between two لا هتبقى next to. البنك بجوار the shopping center مركز التسوق. Villagers سكان القرية are exciting to hear about the plan لأول are excited هم كانوا متحمسين يسمعوا عن الخطة. Laptops are expensive than kettles. هنا اللابتوبس هتبقى أغلى من الكاتلز. هتبقى more expensive than. لكن لو كان جاب لي العكس وبدأ لي بالكاتلز كنت هقول له less expensive than. يبقى اللاب أغلى من أو اللابس أغلى من إيه؟ الكاتلز. السؤال السادس اكتب باراجراف من 110 كلمة عن a review of a place you visited مقال نقدي عن مكان زرته. ممكن نتكلم عن الإسماعيلية عندنا في المنهج وان هو مكان رائع في بحيرة التمساح في أماكن شيقة أو نتكلم عن اسكندرية أو أي مكان. ده طبعا هيبقى واجب. وبكده يبقى خلصنا الامتحان. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.